في كتاب الغارات المجلد الاول صفحه 112 يقول دخل امير المؤمنين عليه السلام سوق اللحامين الامام كان حاكم شعبي يدخل الاسواق يجلس في دكان ميثم التمار يعظ الناس ينصحهم فاذا هو برجل موليه ظهره رجل ظهر كان الى الامام فقال ذلك الرجل كلا والذي احتجب بالسبع الواو واو القسم كلا والذي احتجب بالسبع فقال له أمير المؤمنين يا لحام ومن الذي احتجب بالسابع من هذا اللي من ضم مختفي وراء السماوات السابعة؟ فقال رب العالمين يا أمير المؤمنين الله فقال أخطأت ان الله ليس بينه وبين خلقه حجاب لانه معهم اينما كانوا بالقران وهو معكم اينما كنتم الله ما مختفي هناك فقال الرجل ما كفاره ما قلت يا امير المؤمنين شنو الكفاره؟ قال أن تعلم أن الله معك حيث كنت تغير عقيدتك قال الرجل أطعم المساكين قال لا إنما هو عبارة لطيفة حلفت بغير ربك أنت ما حلفت بالله بأ هذا الذي يحتجب وراء السماوات السبع هذا مو الله هذا مو خالق هذا مخلوق عقلك احيانا واحد يتصور في ذهن الشيء وهو مخلوق المخلوق وليس هو الخالق هذا المسكين يتصور ان هذا هو خالقه بينما هذا مخلوق المخلوق لان هو مخلوق وهذه الصوره الذهنيه مخلوقه اله وهذا مو خالق هذا مخلوق المخلوق المعارف الموجوده في نهج البلاغه المعارف الموجوده في الصحيفه السجاديه المعارف الموجوده في دعاء عرفه المعارف الموجوده في دعاء كوميل وما اروعه من دعاء هذه حقيقة كنوز لا يملكها الآخرون هذا جانب من عطاء النبي الأعظم صلى الله عليه وآله ومن بعده أهل بيته كامتداد له للعالم أنقذ البشرية من المشكلة العقائدية وانقذ البشريه من الوقوع بين الحدين الخطيرين حد التعطيل وحد التشبيه